معانا تليفون تاني من عمر. الو، يا عمر ازيك؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام، اتفضل. كنت حلمت حلمين. الحلمين دول وانا يعني مره صليت الفجر ونمت، ومره كنت صليت العشاء ونمت وصحيت مع الفجر. الحلم الاول، انا والدتي ووالدي متوفيين، تمام، الله يرحمه. جت والدتي، انا الشخص واحده كده موجوده معايا، متجوزها، خطيبها، مش عارف، بس في سر في الموضوع ان انا ايه، دخلت على والدتي، انا مستغرب، انت جيتي امتى؟ ايه ده؟ واللي موجوده معايا دي شغاله والدتي، تخلع من عندها، او كانت حاجه في ذهب وتديها. هي مستغربه، ومن ضمن الحاجات ان هي كانت بتديها غوايش في ايديها، تمام؟ والدتك اللي بتديها ولا هي اللي بتديها البنت؟ لا، والدتي اللي بتديها. كويس. وبتقول لها الغوايش دي غوايش كتير، ايدي مش قادره. بعد كده شالت حاجه كده، زي حاجه كده في الرقبه عندها، ماشي، وراحت مديها لها. وانا ببص عليها كده بقول لها، عايز اقول لها بس مش قادر، بس برضه في نفس الوقت الشخصيه اللي انا خطيبها دي، او اللي انا مقدمها لوالدتي، انا مش شايف لها شكل، مش شايف لها ملامح، وانا مش مستغرب من الموضوع. بس انا كل الموضوع ان انا مستغرب، انت جبت الذهب منين لوالدتي؟ وانت جيتي ازاي؟ ده حلم. طيب الله. هو حضرتك مش مرتبط خالص؟ لا، انا مش مرتبط. طيب تمام. والحلم الثاني ان انا كنت مش عارف انا بجري ولا حد اللي بيجري، زائد ان انا شايف في الحلم، شفت حضرتك مكان الركبه كده، الحته بتاعت الركبه دي، ايوه، شفت حضرتك المصارعين وبتوع اللياقه البدنيه وبتاع مش عارف ايه، بقى لهم مليون سنه شغالين يتدربوا. الركبه دي فيها عضلات كتيره كبيره جدا، وشغاله بتجري، مش عارف انا اللي بجري ولا حد اللي بيجري، زائد ان انا اول ما صحيت من النوم قلت ايه ده، وانا بنهك ليه؟ حاضر، هقول خليك معانا يا استاذ عمر. بصي، الزواج نص الدين طبعا. معنى ان هو يقدم البنت لوالدته وهي غير متضحه المعالم، ده دلاله على ان هو عنده نقص في دينه. نقص في الدين ده لازم يكتمل، ان هو مش طبعا مش بجواز، لا، يكتمل، بيكمل ما عليه الاول من عبادات وطاعات وعلاقه بالله تعالى وصلوات وكل ده. ليه بقى؟ لان والدته بتطلع في الذهب وبتديله، بتدي بتدي بتدي، معنى كده ان دي اسمها عطايا الميت، بتبقى ايه يعني، رزق طالع. يعني ايه؟ يعني صدقات لازم تطلعها، كفاله لازم تطلعها. يعني بص، مع احترامي الشديد لحضرتك، يعني ما البخل في الحاجات دي ممنوع، لان واضح من الرؤيه، واضحه وضوح الشمس، ان في شويه يعني ضيق في الصرف. طيب والموضوع الركبه ما السعي بقى، ظهور الركبه وهي بتجري، او هو بيشاف المنظر الركبه بتجري، او بني ادم جاري، فده معناه ان هو السعي بقى ممكن يكون برضو تقصير في سفر حجه او عمره يكون معاه، بس لا، مش هطلع. فده سعي الهجو، يعني الهجو وكده والحاجات دي كلها، دي معناها لازم يسعى لله تعالى والعبادات والحاجات دي، وبرضه كمل نص دينك لو انت على سن جواز، يلا توكل على الله. طيب، حلوة قوي.